بعد ليلة دامية راح ضحيتها 27 شخصاً إثر الاشتباكات التي وقعت بين جهاز الردع واللواء 444 قتال، عاد الهدوء الحذر إلى العاصمة الليبية طرابلس. اندلعت الاشتباكات إثر اعتقال جهاز الردع أمر اللواء 444 محمود حمزة في مطار معتيقة خلال توجهه إلى مدينة مصراتة لحضور عرض عسكري، ما أدى إلى تحرك فرقته التابعة لحكومة الوحدة الوطنية لتحريره من قوات الردع التابعة للمجلس الرئاسي. اشتباكات ظاهرها عسكرية وباطنها من خلفها سياسية في صراع السلطات التي لم تجليها اتفاقات وتفاهمات دولية طبخت على عجل وضبطت منحها مصالح أطراف إقليمية ودولية في الصخيرات وغيرها. بعد اشتباكات ضارية كلف رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة رئاسة أركان الجيش ووزارة الداخلية بحكومته التدخل لفضل الاشتباكات ونشر عناصر أمنية لضبط الأمن في المناطق التي شهدت اشتباكات، في إجراء رآه البعض متأخرا لا سيما وأن اشتباكات الردع واللواء 444 ليست جديدة، فلا ينفع معها الحلول الترقيعية حسب مراقبين. خريطة التشكيلات المسلحة المسيطرة على طرابلس ترسم خطوط طول ودوائر عرض لنفوذ المجموعات الحاكمة والمتقاسمة للسلطة والنفوذ والنفط في بقعة جغرافية ملونة بألوان الجهات الخارجية الداعمة ومصالح أطراف تقف من بعيد تحرك المشهد وتستفيد من هذا الصراع. التدافع العسكري الذي حدث في 2014 ثم 2019 وأخيراً مع محاولة حفتر اجتياح طرابلس في 2020 هي ظاهرة ليبية خاصة، وفادها أن جموع الوضع السياسي لا يتحرك إلا بتدافع عسكري خشن تكون بعده انفراجة. لكن يبقى السؤال، إلى متى ستظل هذه الظاهرة التي وإن خلفت حراكاً سياسياً إلا أنها تترك خلفها عشرات الضحايا وتعمق الجرح المجتمعي في دولة تبحث لها عن مخرج في دوامة الثورة إلى شاطئ الدولة؟